والآن السيدات والسادة، نرحب بالسيد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشؤون المتابعة، نيابة عن وزير التخطيط دكتور هالة سعيد لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير على حضراتكم جميعا. معالي السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، السادة ممثلو الاتحاد البرلماني الدولي، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني في البداية أن أعبر عن خالص سعادتي لمشاركتي نيابة عن السيدة الأستاذة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب الذي يستضيفه مجلس النواب ويعقد برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية. السيدات والسادة الحضور الكريم، يأتي انعقاد هذا المؤتمر بموضوعه الرئيسي النواب الشباب من أجل العمل المناخي في وقت يزداد فيه إدراك كافة دول العالم ومنها مصر لخطورة ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها السلبية على كافة الأصعدة وخاصة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة والصحة والأمن الغذائي، مما يحول دون استفادة شعوب الدول النامية على وجه الخصوص من جهود التنمية على الوجه الأمثل، خصوصا مع زيادة التحديات في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا وما تبعها من أزمات اقتصادية. ومنذ أكثر من 6 سنوات استشعرت مصر مبكراً بهذه المخاطر، فأطلقت مصر استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتكون الإطار المنظم لمنظومة التخطيط في مصر على المديين المتوسط وقصير المدى، وبحيث تكون الضمانة الأكيدة لدمج أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل مترابط ومتكامل. وأصبح منذ ذلك الوقت يوجد لمصر رؤية مفادها أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام بيئي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لترتقي بجودة حياة المصريين وتحقق التنمية المستدامة. فعلى صعيد البعد الاقتصادي، قامت الدولة المصرية بتنفيذ برنامجاً طموحاً وطنياً للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كما أطلقت أيضاً برنامج للإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، والذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها من خلال تبني المعايير البيئية. وعلى الصعيد الاجتماعي، تبنت مصر حزمة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، أهمها برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه 4 مليون أسرة مصرية، وبرنامج دعم الغذاء والمشروع القومي للأسرة المصرية الذي يستهدف الارتقاء بالخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، فضلاً عن إطلاق دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع، وهو الذي يعد الدليل الأول من نوعه الذي يضع إطاراً متكاملاً وقابلاً للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية في الخطط والبرامج التنموية. السيدات والسادة الحضور الكريم، نظراً لاهتمام الدولة بالبعد البيئي كأحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، تستهدف رؤية مصر 2030 أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية وفي كافة أهداف التنمية المستدامة العالمية 17. ومن هذا المنطلق،
أطلقت الحكومة المصرية أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية عام 2021 تحت عنوان الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقوم بتغضير خطتها الاستثمارية، حيث وضعت الدولة هدفاً استراتيجياً يتمثل في زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% من الاستثمارات العامة في عام 2021 إلى 30% عام 2021-22 ثم 40% عام 2022-23 لتصل بحلول عام 25 إلى 50%. وفي هذا السياق تبنت الحكومة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الخضراء التي تتوزع على القطاعات التنموية المتنوعة. ففي قطاع الزراعة والري بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والذي يستهدف تبطين ترع بأطوال 20,000 كيلومتر بهدف ترشيد استهلاك المياه بحوالي 10%، ومشروع الري الحديث الذي يهدف لترشيد استهلاك المياه بنسبة قد تصل إلى 40%، ومشروع حماية الشواطئ المصرية الذي يستهدف حماية شواطئ بأطوال 500 كيلومتر تم الانتهاء من 210 كيلومتر وجاري العمل في تطوير 50 كيلومتر، فضلاً عن استهداف مضاعفة نسبة مساحة الزراعة العضوية لتصل 7%. كما قامت مصر بإطلاق استراتيجية الموارد المائية بهدف تحقيق الأمن المائي لمصر من خلال تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، من بين محاورها الاستراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تحديد المناطق المعرضة لخطر الغمر وتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لها، والحفاظ على نظم الحماية الطبيعية ضد ارتفاع منسوب سطح البحر، واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل تتحمل الحرارة المرتفعة والملوحة والجفاف. وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بدأت الحكومة في تنفيذ استراتيجية طموحة لتحلية مياه البحر بتكلفة تتجاوز 134 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2050، والتوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي خاصة الثنائية والثلاثية. وقد تم في هذا السياق مضاعفة طاقة هذه المحطات خلال الأربع سنوات الماضية. وفي قطاع الطاقة، وطبقاً لما هو محدد في استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، فقد وضعت الحكومة المصرية أهدافاً للطاقة المتجددة بحيث ترتفع نسبتها إلى 42% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2035. لذا قامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات، يذكر منها مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي شارك في تنفيذه 32 مستثمر دولي ومحلي في بناء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم وبقدرة إجمالية 1465 ميجاوات، وأسهم هذا المشروع في توفير أكثر من 10,000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة خلال تنفيذ المشروع وبعد تشغيله. وفي قطاع النقل بدأت الحكومة في إنشاء وتطوير 87 محطة ضمن شبكة مترو الأنفاق بأطوال حوالي 113 كيلومتر، وإنشاء 72 محطة ضمن شبكة القطارات السريعة والجرو الكهربائي بأطوال أكثر من 2000 كيلومتر، وكهرباء إشارات السكك الحديدية بأطوال 2500 كيلومتر. وفي ذات السياق أطلقت مصر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، مما جعلها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار هذا النوع من السندات، وذلك لتمويل مشروعات خضراء صديقة للبيئة وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي. السيدات والسادة الحضور الكريم، تدرك مصر جيداً أنها من أكبر الدول عرضة لأثار التغيرات المناخية،
رغم أنها من أقل الدول المتسببة في التلوث على المستوى العالمي. لذا فقد اتخذت خطوات جادة وطموحة في مواجهة تغير المناخ، لعل من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تبلغ تكلفة تنفيذها 235 مليار دولار، تخص برامج التخفيف منها 65% والنسبة المتبقية لبرامج التكيف. كما أقرت الحكومة المصرية مؤخراً مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الخضراء، ومنها إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والبنية التحتية اللازمة مثل محطات الشحن الكهربائي وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات. كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص مؤخراً ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركاء القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة والنقل وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات والتمويل المستدام والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبنى التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية. وينبغي هنا الإشارة إلى الجهود التي يقوم بها صندوق مصر السيادي في مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء، من بينها إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه. وفي إطار تنفيذ الدولة المصرية لأضخم مشروع قومي تشهده الدولة المصرية ومن أكبر المشاريع القومية على مستوى العالم، وهو المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، تتبنى الحكومة المصرية نموذج القرية الخضراء، وتستهدف أن يكون النموذج المصري في تنمية الريف نموذجاً رائداً على المستوى الدولي والإقليمي، حيث تبلغ نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الموجهة لمشروع حياة كريمة في مرحلته الأولى التي تستهدف حوالي 17 مليون مواطن وتحسين جودة حياة كل هؤلاء المصريين في عام واحد، تبلغ هذه النسبة حوالي 30% من جملة الاستثمارات. ومن بين أهم المشروعات على سبيل المثال جاري العمل في تبطين وتأهيل ترع بأطوال 3200 كيلومتر، وإنشاء 174 محطة معالجة صرف صحي، وإنشاء 326 محطة مياه، وخدمة 1.2 مليون مبنى بشبكة الألياف الضوئية والإنترنت فائق السرعة، وخدمة 4.1 مليون مبنى بالغاز الطبيعي والطاقة النظيفة، وغيرها من المستهدفات. كما تؤكد الحكومة المصرية على أهمية مراعاة معايير البناء الأخضر في كافة المباني والمنشآت الحكومية. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن كل هذه الجهود الدؤوبة تعكس حرص الدولة المصرية على مراعاة معايير الاستدامة البيئية ودمج البعد البيئي في الخطط التنموية، ليكون لها السبق في المنطقة من خلال تعزيز التعاون بين الأضلع الثلاثي الأساسية لشركاء التنمية، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وفي ختام كلمتي دعوني أتوجه مجدداً بخالص الشكر والتقدير لمعالي السيد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والحضور الكريم، ولكافة القائمين على الإعداد والتنظيم الرائع لهذا المؤتمر، كما أعرب عن خالص تمنياتي لحضراتكم جميعاً بدوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.